السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم جمال الدين من البرنامج الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهارده عن ملخص مباراة الزمالك وفالمبو البروندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نادي الزمالك على نادي فالمبو البروندي بنتيجة 1-0، وكان سجل الهدف اللاعب المدافع حسام عبد المجيد الملقب بمتيب. وبدأت المباراة في تمام الساعة 7، كان تشكيل الزمالك للمدير الفني فيريرا واللي بيلعب بخطة 4-2-3-1 كالتالي: في حراسة المرمى محمد عواد، وفي الدفاع أحمد فتوح ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي. أما في خط الوسط فمعانا رؤى وزكريا الوردي وسيد عبد الله نيمار وأحمد السيد زيزو وإبراهيم نضاي. وفي خط الهجوم اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري. أما على مقاعد البدلاء فكان موجود محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق وأوباما وعمر جابر والأباتشي شيكابالا ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف. بيغيب عن اللقاء اللاعب إمام عاشور لأسباب فنية. وبدأت المباراة اللي كانت ما بين الزمالك وفالمبو في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وفي الدقيقة 3 الحكم بيحتسب ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك حصل عليها النجم التونسي سيف الدين الجزيري بعد عرقلة من حارس مرمى فالمبو. وفي الدقيقة 4 الهدف الأول لصالح نادي الزمالك أحرزه النجم أحمد السيد زيزو حبيب الزملكاوية من ركلة جزاء، وأصبحت النتيجة 1-0 لصالح نادي الزمالك. أحمد السيد زيزو بيشوط كرة قوية على يسار حارس مرمى فالمبو وإلى داخل الشباك. وفي الدقيقة 7 عرضية من الجانب الأيمن لفالمبو داخل منطقة الجزاء، وتنتهي بتسديدة أرضية تصدى لها محمد عواد بثبات. أما في الدقيقة 10 فتوقفت المباراة لعلاج لاعب نادي الزمالك بعد كرة مشتركة مع لاعب نادي فالمبو. وفي الدقيقة 15 هجمة لصالح فالمبو، لكن المسلوسي بيتصدى للكرة وتخرج إلى ركلة ركنية لصالح فالمبو. وفي الدقيقة 17 خطأ لصالح فالمبو ضد اللاعب زكريا الوردي الوافد الجديد لنادي الزمالك. وفي الدقيقة 18 خطأ لصالح سيد عبد الله نيمار لاعب نادي الزمالك. وفي الدقيقة 21 فرصة لصالح فالمبو وانطلاقة من لاعب فالمبو وعرضية مرت أمام دفاع نادي الزمالك والحارس محمد عواد، لكن لاعب فالمبو لم يتابع الكرة بعد أن مرت بين قدميه لتمر بسلام على مرمى نادي الزمالك. وفي الدقيقة 22 خطأ لصالح نادي الزمالك بجوار خط منطقة الجزاء. أما الدقيقة 23 فزيزو بينفذ الضربة الثابتة أرضية، ولكن بتمر من زكريا الوردي وسيف الدين الجزيري. وفي الدقيقة 25 الهدف الأول لصالح فالمبو، وأصبحت النتيجة 1-1. والهدف جه عن طريق كرة طولية خلف دفاعات نادي الزمالك وصلت إلى لاعب فالمبو داخل منطقة الجزاء، سددها بيمناه مرت على اليمين لمرمى عواد إلى داخل الشباك. وفي الدقيقة 28 ضربة ثابتة نفذها أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء، ورأسية من المسلوسي يتصدى لها الحارس وتخرج إلى ركلة ركنية لصالح الزمالك.
وفي الدقيقة 30 كارت أصفر لصالح لاعب فالينبو بعد تدخل على زكريا الوردي. وفي الدقيقة 31 عرضية من زيزو ورأسية من نضاي وصلت إلى محمد عبد الغني اللي سددها قوية أعلى المرمى لتضيع فرصة الهدف التاني. وفي الدقيقة 33 الهدف التاني لصالح نادي الزمالك واللي أحرز الهدف إبراهيم رضاي لكي تصبح النتيجة 2-1 لصالح نادي الزمالك. الهدف جه عن طريق ركلة ركنية نفذها النجم أحمد السيد زيزو وقابلها إبراهيم نضاي بضربة رأس على يمين الحارس إلى داخل الشباك. وفي الدقيقة 35 عرضية لفالمبو تعامل معها محمد عواد بطريقة خاطئة وكادت تسكن الشباك، ولكن محمد عبد الغني بيخرج الكرة من على الخط قبل أن تمر إلى المرمى. وفي الدقيقة 36 كارت أصفر لصالح نادي الزمالك للاعب محمد عبد الغني بسبب لمسة يد. وفي الدقيقة 37 ركلة ركنية لصالح فالينبو داخل منطقة الجزاء وتصدى لها محمد عواد. وفي الدقيقة 40 الهدف الثالث لصالح نادي الزمالك واللي أحرز الهدف أحمد السيد زيزو وأصبحت النتيجة 3-1 لصالح الزمالك والهدف الثاني لأحمد زيزو في اللقاء. والهدف جاء عن طريق عرضية من إبراهيم نضاي أخطأ فيها دفاع فالينبو في التعامل عشان توصل الكرة إلى سيف الدين الجزيري بيلعبها بالكعب ثم ترتد إلى النجم أحمد السيد زيزو اللي بيسجلها في المرمى الخالي. وفي الدقيقة 45 فالحكم بيحسب دقيقة واحدة وقت بدل ضايع في الشوط الأول. أما في الدقيقة 45 فعرضية من أحمد السيد زيزو بتصل إلى سيف الدين الجزيري اللي بيعودها إلى زكريا الوردي ويسددها قوية تصطدم بدفاع فالينبو وتخرج إلى خارج الملعب. وفي الدقيقة 46 الحكم بينهي الشوط الأول بتقدم نادي الزمالك على فالينبو البوروندي بثلاثة أهداف مقابل هدف. أحرز أهداف الزمالك النجم أحمد السيد زيزو هدفين والوافد الجديد إبراهيم نضاي هدف. وبيخلص الشوط الأول وبنبدأ الشوط الثاني من مباراة الزمالك وفالمبو البروندي في إياب دور ال 32 لدوري أبطال إفريقيا. بدأ الشوط الثاني بتغيير النجم سيد عبد الله نيمار ودخول اللاعب عمر جابر كابتن الزمالك الجديد. وفي الدقيقة 54 سيطرة وتفوق هجومي لنادي الزمالك على مجريات المباراة. وفي الدقيقة 56 إبراهيم نضاي يحاول إنه يلعب الكرة لب من فوق الحارس ولكن حارس فالينبو يتصدى للكرة. وفي الدقيقة 57 تسديدة من أحمد السيد زيزو. وفي الدقيقة 57 تسلل على أحمد السيد زيزو. وفي الدقيقة 66 بيخرج النجم سيف الدين الجزيري ويدخل مكانه الأباتشي شيكابالا ويخرج رؤى ويدخل مكانه محمد عبد الشافي اللاعب الخلوق. وفي الدقيقة 70 الزمالك بيفرض سيطرته وأسلوبه على المباراة. وفي الدقيقة 76 بيخرج حمزة المسلوسي ويدخل مكانه يوسف أسامة نبي. وفي الدقيقة 79 تسديدة من أحمد السيد زيزو بتصطدم بمدافع فالينبو وتخرج ركنية لصالح نادي الزمالك. وفي الدقيقة 81 تسديدة من شيكابالا ولكن سهلة في يد حارس مرمى فالينبو. وفي الدقيقة 83 خروج محمد عبد الغني ودخول مصطفى الزناري في أول لقاء رسمي له مع نادي الزمالك. وفي الدقيقة 85 فعرضية من أحمد السيد زيزو وتسديدة سهلة في منتصف المرمى والحارس يتصدى له. وفي الدقيقة 86
مرتدة لنادي الزمالك، لكن شيكابالا يسدد وتصطدم بدفاع فاليمبو. وفي الدقيقة 87 مرتدة لصالح فاليمبو وتسديدة من مسافة بعيدة في منتصف الملعب يتصدى لها محمد عواد بثبات. وفي الدقيقة 88 الهدف الرابع لصالح نادي الزمالك، أحرز الهدف النجم أحمد السيد زيزو ويصل إلى الهاتريك في اللقاء. والهدف جه عن طريق عرضية من إبراهيم نضاي قابلها زيزو بتسديدة بقدمه اليسرى مرت على يسار الحارس إلى داخل الشباك. وفي الدقيقة 90 الحكم بيحتسب 3 دقايق وقت بدل ضايع في الشوط الثاني. وفي الدقيقة 92 تسديدة من إبراهيم نضاي بتخرج أعلى مرمى فاليمبو إلى خارج الملعب. وفي الدقيقة 93 الهدف الخامس لصالح نادي الزمالك، واللي أحرز الهدف يوسف أسامة نبيه، وتصبح النتيجة 5-1 لصالح الزمالك. والهدف جه عن طريق كرة مرتدة من العارضة بيقابلها يوسف أسامة نبيه بتسديدة أرضية تمر بين قدمي حارس مرمى فاليمبو إلى داخل الشباك. وفي الدقيقة 95 الحكم بينهي اللقاء ب5 أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف نادي الزمالك النجم أنكل زيزو حبيب الزملكاوية 3 أهداف هاتريك، وإبراهيم نضاي الوافد الجديد هدف، والشاب يوسف أسامة نبيه هدف. هاتريك زيزو بيقود الزمالك ويؤمن الزمالك إلى عبور إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. بفوز كبير الزمالك يتأهل إلى دور المجموعات على نادي فاليمبو، وبكده يكون فاز الزمالك على فاليمبو البروندي ب6 أهداف مقابل هدف في مجموع اللقاءين ليتأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات. كلنا بنبارك لنادي الزمالك على الأداء في هذا اللقاء، وبنبارك لنادي الزمالك على النتيجة الكبيرة اللي حققها في هذا اللقاء. لكن المباراة كان فيها بعض السلبيات، غياب إمام عاشور أثبت وجود مشكلة في خط الوسط في هذه المباراة، وزكريا الوردي إلى حد كبير لسه ما اندمجش مع الفريق قوي، ولسه الكرة بتطلع من رجله بطريقة بطيئة. ولكن الفترة اللي جاية إن شاء الله نتمنى التوفيق لزكريا الوردي. إبراهيم نضاي بيثبت نفسه في هذا اللقاء بهدف وصناعة هدفين، وده يدل على إن إبراهيم نضاي لاعب جيد في هذا اللقاء. وثقة كبيرة ليوسف أسامة نبيه في الهدف اللي سجله في المرمى في الدقايق الأخيرة، وشكر ليوسف أسامة نبيه إنه لم يشترك في الكرة اللي راحت لأحمد السيد زيزو، قدر ان هو يسجل الهدف الثالث له في هذا اللقاء ويصل الى الهاتريك في المباراة. وكده أحمد السيد زيزو اصبح عنده 5 أهداف في دوري ابطال افريقيا في هذه النسخة، ولكنه ليس الهداف. في لاعب تاني جاب 6 أهداف وسابقه في عملية التهديف. وبكده تكون خلصت مباراتنا النهاردة، وخلصت تغطيتنا لملخص مباراة الزمالك وفاليمبو في إياب دور ال 32 لدوري أبطال إفريقيا. مع تحياتي لكم جميعا، كريم جمال الدين.